يبقى غير زيادة الحد الأدنى للأجور وكافة الدرجات أيضا عندنا زيادة المعاشات 15%. أيضا لأول مرة المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة منذ بدايته حتى الآن ما كانش بيشملهم أي زيادات فيما مضى رغم التضخم. النهاردة السيد رئيس الجمهورية بيعلن الزيادة بنسبة 25%. حد الإعفاء 30,000 جنيه سنويا، يعني لما أنت بتقبض 3,500 جنيه حد أدنى، أول 2,500 جنيه مش هتدفع عليهم ضرائب، بس الألف التانية هتدفع عنها ضرائب. هل يحق لي على الهوى أن أنا أناشد السيد رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى حد الإعفاء الضريبي بدل 30,000 سنويا يبقى 42، بحيث الحد الأدنى الأجور يبقى معفى تماما من الضريبة؟ يعني أتمنى ده يبقى موضوع دراسة. هروح للأستاذ وليد عبد الله وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة. مساء الفل أستاذ وليد. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. هسألك السؤال، يعني أكيد دي حاجة خارج الموازنة. الموازنة مفروض باقي فيها 3 شهور وتخلص. انتوا خلصتوا شهر 3 بقى 4 و5 و6. السيد الرئيس النهاردة فاجئ الجميع أن الزيادات ستصرف فورا من أول أبريل وليس من بدء السنة المالية الجديدة. هل تم تدبير الموارد؟ خلينا نقول إن إحنا جوه الموازنة عندنا الاحتياطات العامة للموازنة العامة للدولة. الاحتياطات العامة ده وفقا لقانون المالية العامة الموحد بنستخدمه في حالة إقرار أي زيادات أو أي حاجات قد تطرأ خلال العام. الحمد لله الاحتياطيات إحنا هنحاول إن إحنا بقدر الإمكان من خلاله ان احنا نقدر ان احنا نستوفي كل الزيادات اللي تم اقراره. وفي حاله وجود اي عجز وفقا للقانون هنروح لمجلس النواب لو خلال اخر اشهر لو الاحتياطات لم تساندنا في سد هذه الاحتياجات. طيب كم حجم التكلفه الماليه لهذه الزيادات لمده عام؟ لمدة عام التكلفة السنوية المبدئية اللي احنا طبعا بنحكف عليها دلوقتي وشغالين على كل التكلفة، يعني لا تقل عن 45 مليار ل 50 مليار جنيه سنويا. ده رقم كبير بالنسبة للموازنة. بالنسبة للموازنة واللي خاصة بحزمة الأجور. بعيدا عن الإجراءات الثانية الأخرى اللي هي تتمثل في المعاشات، لأن دي منوط بحسابها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكمان تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي. أنا بتكلم عن الحزمة اللي تخص الأجور ذات الأجور اللي عاملين في الحكومة. التنفيذ فعليا أنتوا بتشتغلوا عليه الثلاث أسابيع دول بحيث 1/4 الزيادة تنزل للجميع بلا استثناء. تمام، هو بإذن الله في مرتب شهر 4 اللي هو بيتم من خلال بدايه من 24 من كل شهر باذن الله هتكون الزيادات لكل الموظفين باذن الله في مرتباتهم. احنا بنتكلم في قرابه 5 مليون موظف. تمام، قرابه 5 مليون موظف اللي هم المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه زي مثلا الاطباء والكادرات الخاصه واعضاء هيئه التدريس والمعلمين وكل الفئات اللي داخل الموازنه العامه للدوله مخاطبه بهذه الزياده. دول المعينين ولا العقود مثلا هل هتشملهم؟ العقود اللي هي على الباب الاول هتشملها هذه الزياده. العقود اللي على الباب الاول. تمام. هتشملها هذه الزياده، طيب. حد الاعفاء انتوا الملزمين بيه صح؟ يعني ما الضرايب تبع الماليه. تم تحديد حد الاعفاء ب 30,000 سنويا، على اي اساس؟ هل نسبه مثلا؟ لا حضرتك بالظبط هي يعتبر 25% من الحد اللي هو مقرر حاليا 24,000 جنيه هيرتفع من 24 ل 30,000. يعني انتوا حددتوا نسبه زياده 25% في حد الاعفاء الضريبي. بالظبط وده من شانه ان طبعا ده يعتبر في حقيقه الامر زياده كمان في صافي دخل الموظف. لان احنا النهارده لو كنا بنتكلم ان في مبلغ 2000 جنيه شهري كحد اعفاء هيبقى المبلغ 2500 شهري كحد اعفاء، فده يعتبر برضه في صافي زياده للموظف هتزيد نتيجه زياده حد الاعفاء. يعني الزياده لن تكون فقط بالزياده الذي قررها السيد رئيس الجمهوريه من اول 4، ولكن تخفيف تقليل حد الاعفاء هيعد دخل اضافي ليه. بالظبط في صافي الدخل يتقاضاه الموظف في نهاية الشهر من كل شهر.
في البعض بيرى ان الزياده دي جاءت كي يعني ايه تساعد المواطن في مواجهه ازمه الغلاء اللي موجوده بيتشهدها الاسواق، لكن انت لا تخشى وانت تدير الموازنه من زياده رفع الاسعار، لان احنا متعودين من التجار اول ما يبقى في زياده قررها الدوله للعاملين بالحكومه يرفعوا اسعارهم. انا طبعا يعني اتفق مع حضرتك، بس هو ده بيعتبر بقى تكاتف من كل يعني المجتمع، فئات المجتمع بالكامل. الازمه طبعا اللي احنا فيها، يمكن فخامه السيد الرئيس الحزمه دي من شانها تخفيف العبء على المواطنين بالكامل بكل الفئات الموجوده. يعني ان شاء الرحمن احنا نتوقع باذن الله ان الامور تكون افضل من ناحيه ارتفاع الاسعار او التضخم الموجود. طبعا تكاتف الاجهزه الرقابيه هيكون لها دور كبير جدا في تخفيف الاعباء على المواطنين وحمايه ارتفاع الاسعار. احنا عندنا ثلاث زيادات تمت للحد الادنى للاجور خلال العامين الماضيين. تمام. يعني تمام. هي دي الزيادة التالتة على التوالي، وبترتفع بمتوسط 500 جنيه دفعة واحدة. تمام. بالظبط. احنا يعتبر من 2019 احنا اتحركنا، 2014 طبعا 1200، اتحركنا في 2019 ل 2000 جنيه، اتحركنا 2021 ل 2400، 2022 بين 2700، في 1/11 2700 كان عندنا حاجتين في 22، في 1/4/22 كنا 2700، 1/11/22 3000 جنيه، ده للدرجه السادسه اللي هي ادنى فئات التعيين. ثم في ضوء توجيهات فخامه السيد رئيس الجمهوريه هتبقى 3500 جنيه. يعني حضرتك في خلال يعني يعتبر عامين احنا اتحركنا من 1421 ل 3500 جنيه. دعني اشكرك الاستاذ وليد عبد الله وكيل وزاره الماليه لشؤون الموازنه.